يا رب. ازيكم؟ عاملين ايه؟ حد فيكم هنا راح ايكيا قبل كده؟ اكيد في ناس كتير راحتها، يعني مكان لطيف مليان كل حاجة تخص البيت، اساس، ستاير، سجاد، حمامات، اي حاجة تخص البيت هتلاقيها في ايكيا. وبصراحة ايكيا من اكتر الاماكن اللي بخشها واتبسط. مكان لطيف مليان حاجات كتير قوي، يعني انا مثلا بتشد قوي للجزء اللي فيه الكوبايات بتاعتهم والمجات بتاعتهم، شيك قوي بحبها وساعات بجيب منها يعني ساعات. وبرضه من الاقسام اللي انا بحبها القسم بقى اللي فيه الاضاءات، عندهم شويه لمط كده وشويه افكار للاضاءه في البيوت جامده جدا. فايكيا مكان لطيف بصراحه، اللي هو بتمشى كده اقعد ابص على الكراسي بتاعت المكاتب مثلا، واللي هو مثلا لما يعجبني كرسي اقعد عليه شويه كده وبعدين اقول لا حلو ده مريح ده لازم اجيبه، فبص على السعر ليه 10,000 جنيه، اروح قايم وماشي ما خلاص بقى، ما 10,000 جنيه اللي في كرسي. الفكره ان انا بطلع من القسم بتاع الكراسي بخش بقى على القسم بتاع المكاتب، المكاتب اللي زي اللي انا قاعد عليه ده كده، وده بيتعبني نفسيا بقى، ده بلاقي فيه كل المكاتب اللي انا بحلم بيها، اي مكتب انا بحلم اصممه او اعمله لنفسي هو هناك، وده برده شيء لطيف يعني. بخش كده اتفرج على المكاتب وانبسط والله، يعني انا بتبسط لما الاقي المكتب اللي انا نفسي فيه موجود هناك، وانا مش هجيبه بس هو موجود هناك، فبتبسط والله. هو انا اول ما بشوف المكتب بيعجبني ابص على السعر، ما بيعجبنيش بقول طب هو انا قليل يعني، طب ما اعمله، انا ممكن اعمل واحد زيه على فكره. والفكره بقى تضرب في دماغي وخلاص بقى اخد القرار بقى اقول ايه، اجيب خشب وحاجات وهظبط الدنيا وهعمله، انا صغير ما اعمله انا بنفسي. المهم ان انا باخد القرار ان انا اعمله واطلع من قسم المكاتب، اتمشى شويه اعدي على الستاير والسجاد وبعد كده في طبلوهات لحد ما اجي وانا طالع خالص من ايكيا بعدي على القسم اللي فيه الشموع المعطره، بمشي كده فيه شويه اشم لي شويه شموع معطره يعملوا لي غسيل في المخ ينسوني اصلا ان انا جيت ايكيا، واطلع من ايكيا ولا كاني اصلا دخلت عادي بقى. كل الاحلام والقصص بتاعت المكتب والكرسي اللي انا عايز اعمله ده والكلام ده كله ده اتلغى خلاص. ولما باجي انزل اخرج بعدها تاني ولا ايكيا اقول ايه ده انا جنبي ايكيا، فاخش ايكيا تاني واعيد اللفه دي تاني واقعد ابص على المكتب، في الاخر اطلع وانا ناسي اصلا ان انا دخلت ايكيا وهكذا. هي اللفه جوه حلوه بصراحه، بس اللفه دي كلها تاخدنا لما بعد قسم الشمع. بعد قسم الشمع وانت طالع من عند الكاشير كده في ايكيا عملوا بارتيشن، هو مش جديد قوي معمول بقاله فتره، بارتيشن كده شوبينج صغير كده، في عندهم بسكوتات وحاجات كده، عندهم منتجات يعني لطيفه. والمميز في البارتيشن بتاع ايكيا ده انه صغير يعني ما فيهوش حاجات كتير، حاجات قليله، بس المميز عندهم ان في منتجات معينه بلاقيها عندهم مش موجوده بره، او بمعنى ادق ما بشوفهاش بره في الاماكن اللي بلف فيها يعني. النهارده معانا منتج بقى من المنتجات دي، المنتج بتاع النهارده عجبني جدا عشان حجمه صغير، انا بحب اي حاجه حجمها صغير، يعني انا نفسي في بيت صغير، في عربيه صغيره، في مكتب صغير، انا بحب الحاجات الصغيره، الحاجات الصغيره دي بتسهل على الواحد الحياه يعني. كل ما الحاجه بتكبر كل ما هي بتبقى حمل على الواحد، فدي وجهه نظري بصراحه يعني، كل ما الحاجه بتصغر وتبقى بسيطه كل ما بتبقى احسن. فالمنتج بتاع النهارده ده كان في منه كذا حجم من اول الصغير لحد الكبير، بس انا اللي عجبني فيه زي ما قلت لكم ان هو منتج اولا فكرته حلوه وعجباني وشدني، ثانيا ان هو تايني وصغير خالص كده، ده اكتر حاجه عجبتني فيه. والمنتج بتاع النهارده لو حاولنا نوصفه، انا بطول في الكلام انا عارف، بس انا مش هديلكم المنتج على طول كده في اول حلقه، لازم نتكلم شويه. عارفين انتوا لما تصحوا الصبح كده وعايزين تشربوا كوبايه قهوه تظبطوا بيها دماغكم؟ كلنا بنصحى الصبح عايزين نشرب قهوه، بس الفكره ان مفيش بقى قهوه، تعمل ايه؟ لو مفيش قهوه تشربها تعمل ايه؟ يبقى نعمل لك قهوه تاكلها كده ظبطت. فالقهوه دلوقتي ممكن تتاكل بشكل ما، فده اللي معانا النهارده. معانا النهارده فين تعال الثلاث علب الكيوت اللذيذه دي. الثلاث علب دي بقى عباره عن ايه؟ دي المفروض عباره عن حبوب اسبريسو قهوه، حبوب قهوه بس متغطيه بالشوكولاته. يعني الوصف الدقيق للمنتج بالظبط هقول لكم، حبيبات بن اسبريسو مغلفه بالشوكولاته. ده شكل المنتج يعني يا رب يوضح بس كده ليك، هو اسمه مامز، فزي ما انتم شايفين شكله لطيف كده وصغير، العبوه شكلها حلو بصراحه. زي ما قلت لكم دي اصغر عبوه كانت موجوده من المنتج ده، في اكبر منها شويه وفي اكبر منها شويه وفي برطمان كبير، يعني في منها احجام كتير، اللي عايز اي حجم هيلاقيه محدش هيغلب، بس انا بحب الحاجات الصغيره زي ما قلت لكم، فانا جايب الكبسولات الاسبريسو الصغنطاطه دي بصراحه. وبعدين بص بتجري ازاي، ممكن نشوف مين اللي هيكسب مثلا فيها لعب بقى، وممكن نفتح كده ونشوف المنتجات دي ايه. هما منزلين ثلاث الوان، اول لون ده حبيبات بون اسبريسو مغلفه بالشوكولاته، حبيبات بون اسبريسو مغلفه بالشوكولاته. طب هو ايه الفرق بين الثلاث الوان؟ انا مش عارف بصراحه، هو انا ما اعرفش ايه الفرق بين الثلاث الوان، بس ممكن يكون الثلاث الوان يعني ممكن دي تكون وايت شوكليت ودي شوكولاته عاديه ودي دارك شوكليت، ده اعتقد يعني. فاحنا ممكن نبدا بالابيض الاول، هنسيب دول على جنب كده ونبدا مع اول واحده اللي هو لونها ابيض ولذيذه دي، اللي ده شكلها بصراحة لطيف وصغنطاطة قوي كده. تعالوا نفتح بقى، يعني
تعالوا نفتح ونشوف المنتج بتاع مامز ده هيقدم لنا ايه. هي الفكره بصراحه حلوه، يعني فكره ان في حبوب قهوه متغلفه بالشوكولاته، والمفروض ان هي كوظيفه يعني وظيفتها انها تفوق، فبصراحه لطيفه يعني، سواء هتاكلها لوحدها او سواء حتى هتشربها او هتاكلها مع القهوه او مع النسكافيه اللي انت بتشربه مثلا، فهي في جميع الحالات فكرتها حلوه يعني. فانا عايز افتحها بقى. هي بتتفتح على طول اهي، مفيش حاجه. اوكي تمام، ده الغطا، ودي شكلها كده من جوه، وزي ما قلت لكم هي متغطيه بالوايت شوكليت. تمام، هو ده شكلها من جوه كده، كور بيضه صغيره كده، شكلها لطيف يعني. فهنشوف كده الكور البيضه الصغيره دي جواها ايه بقى. بس انا ممكن ادوق الاول يعني، ممكن ادوقها وبعد كده نفتحها نبص عليها. فهنقول كده بسم الله وندوق. هو جواها في طعم قهوه فعلا، بس هل دي حبايه قهوه فعلا ولا لا؟ ده اللي احنا هنعرفه لما نفتحها ونبص. فممكن اخد قطمه كده. اوكي، دي فعلا جواها حبايه قهوه، يعني هي فعلا عباره عن حبايه قهوه كامله ومتغلفه بالشوكولاته البيضاء. اختراع دي طعمها حلو والله، بس انا اخر واحده دي كلتها من غير الشوكولاته فتقيله قوي. اخر واحده تانيه. المهم احنا جربنا حبوب الاسبريسو اللي متغطيه بالشوكولاته من مامز دي، اللي هي الوايت شوكليت. زي ما قلت لكم اول ما بتاكلوها كده في بقكم بيبقى طعم الشوكولاته ظاهر كده في الاول، وبعد كده اول ما القهوه بتتقطم تحت اسنانكم طعم القهوه مع الشوكولاته بيخشوا في بعض. طعم الشوكولاته هنا مهم ليه بقى؟ عشان حبوب القهوه مره يعني. طعم قهوه قهوه بقى ساده، فالشوكولاته هي اللي بتعمل بالانس كده لطعم القهوه وبتظبطه في بقك. فبصراحه اختراع لذيذ يعني، وفكره حلوه. انا عاجبني الدماغ اللي فكرت في المنتج ده بصراحه. انت بتاكل حبوب قهوه فعلا متغطيه بالشوكولاته، طعمها حلو مفوقه كده ومنعشه. فتمام، احنا لو ادينا حبوب مامز اللي بالقهوه، اللي هي حبوب القهوه من مامز دي اللي متغطيه بالشوكولاته البيضه، تقييم هنديها 8 من 10 مثلا مبدئيا، وهنسيبها ونخش بقى في الشوكولاته العاديه وبعد كده الدارك شوكليت. وقبل ما نخش على الشوكولاته العاديه، هي العلبه دي سعرها 9 جنيه بس كده، هم كلهم 9 عموما يعني. فهنسيبها بقى ونجرب اللي بعدها. واللي بعدها معانا دلوقتي هي نفس الفكره، مش هنقعد نتكلم كتير، هنفتحها على طول ونشوف. ودلوقتي فتحنا بالشوكولاته، زي ما انتم شايفين هي نفس الفكره بالظبط، برضه حبوب قهوه بس متغطيه بالشوكولاته العاديه بقى مش الوايت شوكليت. فهندوق كده ونقول بسم الله. طيب، هي هنا اللي بالشوكولاته نفس الفكره برضه، مش مختلفه كتير عن اللي بالشوكولاته البيضاء، يمكن هنا بس الاختلاف ان الشوكولاته هنا طعمها او سكرها اخف شويه من اللي في الوايت شوكليت، فبتحس بطعم القهوه اقوى هنا شويه عشان السكر بتاع الشوكولاته هنا مطفي سنه عن اللي في الوايت شوكليت. انما كتجربه لا، حبوب القهوه برضه طعمها واضح جدا، والشوكولاته ظبطت الطعم شويه معاها، بس زي ما قلت هنا السكر بتاعها نسبيا اخف شويه، بس كطعم برضه طعم حلو والفكره حلوه. ولو ادينا لها تقييم هنديها برضه 8 من 10، وهنسيبها ونخش في الدارك شوكليت. تعيش عادي، لازم احدث يعني. ودلوقتي معانا تالت نوع من حبيبات القهوه من مامز هنا، دي اللي بالدارك شوكليت، ده شكلها. فهنفتحها كده ونشوف برضو نفس الفكره، برضو هي حبيبات القهوه اللي متغطيه بالشوكولاته، بس هنا يمكن لونها اغمق شويه عشان دارك شوكليت. فهندوق كده ونقول بسم الله. طيب، هنا حبوب القهوة من مامز اللي بالدارك شوكليت دي برضه حلوة، وطعم القهوة مع طعم الشوكولاتة الدارك كده عاملين سنس مع بعض، عاملين كونتراست مع بعض كده، دي بتغطي على دي. زي ما قلت لكم طعم برضه حلو، ولو ادينا لها تقييم هنديها برضه 8 من 10. فدي كانت تجربتنا للثلاث أنواع، وزي ما قلت لكم التجربة لطيفة والفكرة في حد ذاتها حلوة، محتاجين نجربها بشكل عملي. يعني أنا هبقى أجربها اليومين الجايين كده، هصحى كده آكل فيهم بس وأشوف كده إيه الدماغ، هل هفوق ولا لأ؟ فهنجرب يعني. بس هي في الغالب طالما قهوة فهتفوق يعني، بس هل الجسم هيستوعبها كقهوه فعلا وانا باكلها كده وهي حبوب؟ معرفش تاثيرها هيبقى عامل ازاي، هيبقى نفس القهوه السايله سخنه ولا لا، بس احنا هنجرب يعني. انتوا برضو لو جربتوا قولوا لي في الكومنتس كده، هل فعلا بتفوق ولا لا؟ عرفوني كده في الكومنتس لحد ما انا اجرب واقول لكم في الكومنتس برضو. فزي ما قلت دول الثلاث انواع من مامز اللي جربناهم، حبوب القهوه المتغطيه بالشوكولاته. ولو فاكر ان الحلقه خلصت يبقى انت غلطان، عشان معانا منتج كمان من مامز بس مش حبوب قهوه، شوفان. المره دي شوفان، وده شكله العلبه اللطيفه الصغيره دي، ده شكلها. الفكره هنا بقى ان المنتج ده حبوب شوفان متغطيه بالشوكولاته، كاتبين مامز شوكو كافي، هو غالبا ميكس ما بين الشوفان والقهوه والشوكولاته معمولين مع بعض. فاحنا هنفتح ونشوف كده. فتحنا هنا، طريقه الفتح اسهل شويه، وبرده ده شكلها من جوه، حبيبات كده متغطيه بالشوكولاته. بس 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 بس، فهناخد واحده كده وندوقها ونقول بسم الله. دي هشة وخفيفة كده وفيها طعم قهوة برضه، بس دي خفيفة خالص بقى تحت السنان بتدوب على طول.
بصوا هو ده شكلها كده من جوه، يعني هي شكلها كريسبي كده من جوه ومتغطيه بالشوكولاته. طبعا طعم الشوفان مش هتحسوا بيه عشان هو ملوش طعم قوي، بس في طعم قهوه مع طعم الشوكولاته اللي متغطيه بيها. طبعا برضو منتج مامز الكريسبي اللي متغطي بالشوكولاته ده كان يعني في منه كذا حجم، بس انا جبت اصغر حجم برضو. والعلبه دي سعرها جبتها ب 5 جنيه، بس اعتقد كان عليها تخفيض، يعني هي سعرها اغلى من 5 جنيه، كان عليها تخفيض في ايكيا. طب فلو اتكلمنا عن المنتج ده بشكل سريع، هنا كريسبي خفيف بيقرمش تحت البق كده بس خفيف وبيدوب بسرعه، طعم الشوكولاته حلو وفي طعم قهوه برضو. فلو وصفنا المنتج ده بشكل بسيط هنقول ان هو نفس المنتج بتاع مامز القهوه ده، بس ده نسخه لايت منه. يعني اللي ما استحملش طعم القهوه هنا عشان تقيله مثلا وناشفه شويه تحت السنان وبتقرمش، فممكن منتج زي ده يعجبه جدا. ده خفيف وبيدوب في البق بسهوله وفي طعم شوكولاته وطعم القهوه فيه موجود برده، بس اخف شويه من غير ما تحس ان انت بتاكل قهوه قهوه. فزي ما قلت لكم ممكن تعتبروا حبوب مامز الكريسبي دي النسخه اللايت من حبوب القهوه بتاعت مامز، بحيث ان اللي ما استحملش القهوه هنا هيستحملها وهيحبها هنا، هنا اخف في الدنيا شويه. فلو فاكرين ان الحلقه كده خلصت يبقى انتوا عندكم حق، كده الحلقه خلصت خلاص. جربنا فيها الثلاث نكهات بتوع حبوب القهوه من مامز هنا، وجربنا فيهم الحبوب مامز برضو الكريسبي اللي بالشوفان والقهوه دي. الفكره بشكل عام سواء هنا او هنا انا شايف انها فكره لطيفه وجديده وحلوه بصراحه، وخصوصا كمان ان هم عاملين احجام صغيره. يعني مثلا حبوب القهوه دي لو كان منها احجام كبيره بس انا ما كنتش هستلطفها، يعني انا مش مضطر اجيب برطمان كبير همشي بيه، انما العلب الصغيره دي سهلت الدنيا شويه. انت ممكن تجيب علبه زي دي تخليها في جيبك هتمشي بيها في اي وقت، ولو حسيت ان انت محتاج تفوق شويه فممكن تاكل لك حبيتين ثلاثه منهم هيقضوا الغرض، وفي نفس الوقت في عبوه صغيره شكلها لطيف وشيك وبتتفتح وتتقفل كويس. فالفكره بصراحه لطيفه زي ما قلت لكم، وده كان رايي فيهم. المهم رايكم انتوا، عرفوني كده في الكومنت هل جربتوا حبوب مامز دي ولا لا. وانا عارف ان انا طولت عليكم في الحلقه النهارده، بس اتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم بقى لايك شير سبسكرايب. وبس كده، دي كانت كل حاجه معايا النهارده، اشوفكم على خير في الحلقات الجايه، وكان معاكم اسلام وسلام. يلا نشوف مين هيسبق.